المركز الديمقراطي العربي ببرلين ألمانيا ينظم المؤتمر الدولي الموسوم بالألعاب الإلكترونية وتأثيراتها على الطفل في ظل جائحة كورونا يومي 7 و8 من شهر يونيو 2020. الرئيس الشرفي للمؤتمر الأستاذ عمار شرعان. الهيئة العلمية للمؤتمر الأستاذة الدكتورة نوار أمال من الجزائر في رئاسة اللجنة العلمية. الدكتور رضوان بالخيري رئيسا للمؤتمر. الأستاذ ياسين بروك في إدارة المؤتمر.